السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بالنسبة لمرتضى منصور النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني يتحسد يعني كيوت هادي الرزانة مفيش هجوم في حاجة تدبر في الخفاء زي ما بيقولوا. هنيجي لمرتضى منصور، لكن قبل ما نتكلم عن مرتضى منصور عايز اتكلم خبر انتشر دلوقتي على مواقع السوشيال ميديا بيقول ان في 2 من اعضاء اللجنة الخماسية هددوا بتقديم الاستقالة في حال تم تأجيل مباراة النادي الاهلي والجونة ورئيس لجنة. رئيس اللجنة ده على ما يبدو كده ان هو حسام الزناتي، واثنين اعضاء مجلس اداره منهم احمد عبد الله، الثاني ممكن هل جمال محمد علي، يعني هم 5 اللي بيديروا. هو ما قالش رئيس اللجنه، ما جابش سيره، ما قالش رئيس اللجنه، قال اثنين من الاعضاء ممكن يكون احمد عبد الله، ممكن يكون جمال محمد علي. ممكن يعني استبعد محمد فضلي يقدم استقالته عشان مباراه النادي الاهلي تتاجل يعني. فالثلاثه بيقولوا في 3 منهم حسام الزناتي يعني رئيس لجنه المسابقات قال لك هددوا بالاستقاله في حال تاجيل مباراه النادي الاهلي والجونة. طب انا عايز اسالك سؤال، كنت فين من تاجيل مباراه الزمالك والاهلي؟ ها، وانت اللي قلت من الساعه كذا للساعه كذا حاسبوني، ها، وميدو نفسه طلع قال لك يعني المفروض تاخذ موقف ايجابي ضد الكلام ده، وعشان تتمسكوا بانتظام المسابقه كان لازم تهددوا باستقالتكم، ولا انتوا ما بتهددوش عشان خاطر الزمالك، بتهددوا بس لما اي حل يجي ناحيه النادي الاهلي. بالنسبه لحسام الزناتي عايز اساله انت فين يا عم حسام الزناتي؟ ما هددتش باستقالتك ليه وانت بتتشتم ويتقال عليك شيال شنطه فضل وانت خدام نادر شوقي وانت مين وانت تطلع ايه وانت شغال ايه؟ يالا وانت بهدله دي يعني كرامتك ما نقحتش عليك، مع احترامي ليك يعني. لما مرتضى منصور كل يوم التاني كان بيطلع يشتمك لك زناتي ومش زناتي، كرامتك ما نقحتش عليك، قلت شغل ايه ومنصب ايه ومكان ايه على اللي يجيب لي الاهانات دي وتروح راملهم استقالتك كده؟ بتهدد بسألتك علشان لسه كلام على ان مباراه النادي الاهلي والجونه تتاجل؟ مش فاهم يعني. يا عم مصلحه، يا ريتكم تتمسكوا، انا عايزكم تتمسكوا بقرار الاستقاله. مباراه الاهلي مش هيلعب، الاهلي مش هيلعب، قصه منتهيه. الاهلي مش هيلعب مباراه الجونه، مش هيلعب. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم شوبير طلع اكد ان المباراه هتتاجل خلاص، ودواعي امنيه ومش دواعي، بصرف النظر عنها دواعي امنيه ومش دواعي امنيه، القرار هيتاجل. مباراه الاهلي مش هيلعب اي مباريات قبل البطوله الافريقيه ل 23 سنه. ده بالنسبه للجنه، وبقول وبتمنى لكم كل خير، ويا ريت تتمسكوا بالاستقاله وتقدموا استقالتكم وتكونوا على قد كلامكم يعني. ده بخصوص اللجنه الخماسيه اللي بيهددوا بالاستقاله. نرجع لمرتضى منصور. مرتضى منصور زي ما بقول لحضراتكم النهارده في حاجه مش مظبوطه يعني، هادي بيتكلم بمنطق، بيتكلم باسلوب جيد، بيتكلم هو طبعا فيه لازم يحط التاتش بتاعه يعني، كلنا عارفين التاتش بتاعه. التاتش بتاعه اللي هو علشان الوزير الرياضه زار الكابتن محمود الخطيب في بيته، فقال لك يا جماعه هو ما بيزورش شخص الخطيب، بيزور الخطيب رئيس النادي الاهلي بصفته رئيس النادي الاهلي، لان الخطيب مريض. لو ما كانش مريض كانش مجلس الاداره راح بيت الخطيب وكان راحوا النادي وكان راح لهم على النادي الاهلي يعني، لكن هو راح للخطيب بيته علشان الخطيب مريض كرئيس، مش لشخص الخطيب يعني. واتصل بيا الوزير وقال لي معلش بقى، وانا كنت جاي لك هجي ممكن اجي لك البيت. قلت له انا فاهم يا سياده الوزير، عشان جماهير الزمالك ما تقولش ان انت رحت بيت رئيس الاهلي وما جيتش بيت رئيس نادي الزمالك، وكانه مع احترامنا الوزير يعني الرياضه كانه بيستخف بعقليه الوزير. قال الوزير مطالب ان يقدم تبريرات، زار فلان وما زارش علان وزار ده ليه وعشان ايه، وعشان ازور حد لازم ارضي حد؟ مع احترامنا للوزير ده تقليل من قيمة الوزير. وزير رياضة، وزير. هل هو، انا مش عايز اتكلم كتير لان انتوا عارفين التفاصيل وهي دي يعني ماشي. المهم مرتضى منصور بيحب يوضح يعني، يقول لك اهو الراجل لسه مكلمني وانا بقول وقلت له هتكلم واقول الكلام ده في البرنامج عشان جماهير الزمالك ما تزعلش. القصة مش قصة جماهير الزمالك، القصة انا عاوز احس زي ما كان راح الوزير كلمني وقال لي مش، وفي نفس التوقيت مع احترامنا القصة قصة أهلي واتحاد كورة أو لجنة خماسية، مال الزمالك ومرتضى منصور في القصة يعني؟
ده حاجة. الحاجة التانية، مرتضى منصور هاجم زي ما توقعت بالظبط. النهاردة اتكلمت في فيديو عن تامر عبد الحميد لما كان بيهاجم أو هاجم مرتضى منصور بخصوص اللعب في قطر، وقال له أنت أكثر وطنية، وتساءل يعني أنت أكثر واحد أو أكثر شخص وطني في مصر يعني، بخصوص رفض مرتضى منصور خوض مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي في قطر يعني. مرتضى منصور رفض قاطع بسبب العلاقات اللي غير، وأنا ضربت حضراتكم أمثلة كتيرة. المنتخب العسكري تقريبا لعب النهارده أو هيلعب بكرة مع المنتخب العسكري القطري. دورة أو الألعاب الأولمبية لعبتنا ألعاب القوة كانوا بيلعبوا في قطر، البطولة في قطر، وراحوا وسافروا، مفيش أي أزمة، مفيش أي مشكلة يعني. فمرتضى منصور قال لك مش هروح، وقال لك عشان لعبتي قبل كده ما تتاخدش أسرع عشان مش عارف إيه الكلام ده. طارق حامد بضيف برقبة تميم وأمه والكلام ده كله يعني، الهجوم ده. تامر عبد الحميد كان يتكلم وقال لما أنت راجل وطني كده ليه مصطفى فتحي اتعالج في قطر؟ ليه بعت لاعب لتركيا؟ ليه جبت مايوكا من إسرائيل؟ ليه ساب موضوع مع مصطفى فتحي؟ لأنه مش عارف يعلق عليه، لأن دي حقيقة وحصلت. ساب موضوع اللاعب اللي راح احترف كرة اليد في تركيا، لأن ده حقيقة وحصلت، ومسك مايوكا اللي جهز له رد مايوكا، ودي حقيقة وحصلت، كان بيلعب في إسرائيل. قال لك أول ما عرفنا إن مايوكا كان بيلعب في إسرائيل انضرب علقة وراح ومرجعش. يا سلام، هو مايوكا لعب كام ماتش؟ وبعدين مايوكا ده أنت لقيته في الشارع ولا ليه وكيل وفي سي في ونعرف كان بيلعب فين والكلام ده. المهم يعني ما علينا، المهم إن هو راجل وطني مش عايز يلعب في إسرائيل واتكلم. المهم الكلام الغريب قال لك بقى ايه. انا بقول اولا وزير الرياضه وزي ما قلت لحضراتكم راح الخطيب، ثانيا يا زملكاويه من فضلكم بلاش تحفيل. امبارح زي ما قلت لحضراتكم كان في هاشتاج لو رجاله انسحبوا انسحبوا لو رجاله، وحنفي وهجوم على الكابتن محمود الخطيب. النغمه اتغيرت النهارده بعد جلسه الخطيب مع الكابتن او وزير الرياضه، بقت الاهلي هو نادي الدوله بعد ما كانوا انسحبوا هيحفلوا وبتاع، فما دام ما جابش نتيجه راحوا راجعين تاني لنادي الدولة علشان مباراة النادي الأهلي لدواعي أمنية. طب أنا أسألك سؤال، لو هو النادي الأهلي النادي الدولة عشان الدواعي الأمنية، ده أنت مباراة متأجلة بتاعة الأهلي والزمالك عشان دواعي أمنية، واللي يبقى لمصلحة الزمالك، يبقى الزمالك نادي، طب ما تقيس على ده، أنت لسه مفيش أسبوع مباراة مؤجلة بتاعتك أنت الزمالك لدواعي أمنية. كان في كلام انتشر على إن مرتضى منصور، أو كان مرتضى منصور عمل داخل مع مدحت شلبي على قناة القاهرة والناس، وقال له أنا عندي سادة ألعب ماتش إنبي. ده لاسباب كتير، عاوز يحرج يعني. في كلام كتير على ان الاتحاد او اللجنه او وزير الرياضه ممكن ياجل الجوله كلها، ياجل الجوله كلها، الجوله في ماتشات اتلعبت النهارده من الجوله الخامسه، فممكن ياجل مباراه النادي الاهلي وانبي هتتاجل علشان يحصل توازنات وبتاع، ما يحصلش ازمات. فعاوز يزنق الدنيا مرتضى منصور، ما فيش مشكله العب ماتش انبي. وانا بوجه له السؤال هنا، لما انت ما عندكش مشكله تلعب ماتش انبي، طب ما الاولى ما تلعب ماتش الاهلي، تلعب ماتش الاهلي، انت مش ما عندكش مشكله تلعب، تعالى لاعب الاهلي وننفض من القصه دي والمولد دي ولا دوشه ولا بتاع. انت بتقول انا عاوز احل الازمه وما عنديش مشكله ان انا العب ماتش انبي، طب جيد، طب ما نحل الازمه من اساسها، تعالى العب ماتش الاهلي مكان انبي وخلاص ونخلص القصه وخلينا ماشيين والدوري ينتظم كل شيء يبقى تمام. فالمهم قال لك يا زملكاويه من فضلكم بلاش تحفيل، على الرغم ان هو اللي قال انا عايزك تشرب بريل كده يا خطيب وما تنسحبش وتبقى ذكر وتبقى قد كلمتك، لان الرجاله ما بترجعش في كلمتها، هو اللي قال. وبالتالي الجماعه الزملكاويه خدوا من كلامه وعملوا هاشتاجات. فالنهارده بيطالب من الزملكاويه من فضلكم بلاش تحفيل والكلام ده كله، احنا عايزين نكسب الاهلي في الملعب مش بالتحفيل. وقال الزمالك مش طرف في الازمه، كلام هادي وكلام عقلاني. الزمالك ليس طرفا في الازمه حاليا، الدوله والاتحاد يحل المشكله مع الاهلي بجون، يحلوها زي ما هم عايزين، ياجلوا الماتش، يلعبوا الماتش، يوقعوا عقوبه على الاهلي، الزمالك مالناش دعوه بيه. قال لك وبطمن الزملكاويه اهم حاجه بالنسبه لكم ان الزمالك ما ينضرش، والزمالك مش هينضر. وقال لك بس درس للاهلي والموضوع الاسباب الامنيه، لما يجي لك حاجه الامنيه ما تجيش بقى تاخدها ليا وليك والكلام ده كله. قال لك بس ايه، بطمن الزملكاويه ان الزمالك مش هيبقى ينضر، سيبعدوا عن الاهلي والتحفيل والكلام ده كله. قال لك عارف الزملكاويه غرضهم ايه وبطمنهم مش هيحصل. هنا ده سبب الهدوء، ده سبب الهدوء. وهنقعد الحمد لله رب العالمين، احنا هنقعد هاديين مده ما يقرب مثلا من 40 يوم يعني، هدوء في من غير كوره يعني. لكن الظهور على التلفزيون وشاشه التلفزيون ممكن بعد يوم، ما حدش يقدر يعرف رد فعل مرتضى منصور ايه. ممكن الهدوء ده بكره الصبح يطلع في بكره في برنامج زمالك اليوم يطلع يتكلم يهاجم، ما حدش عارف يعني.
ربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب يا رب. لكن هنا انا وجهة نظري حاجه، زي ما كلنا عارفين النادي الاهلي قال ان انا مش هلاعب اي مباراه في الدوري الا لما العب الزمالك. هدوء مرتضى منصور ده من وجهه نظري يعني ان هو عاوز، هو انا ما عنديش مشكله، انا تحت امركم اتحاد كوره ما تدخلش ما عملش، بس في نفس الوقت ما تضرنيش، انا مش لاعب مباراه الاهلي اللي جايه. يعني مثلا الكلام على ان تسكين مباراه الاهلي والزمالك يوم 28 كان في كلام على كده يعني، فمرتضى منصور قال لك لا لا اعملوا تعملوه، الاهلي وحر حل مشكلته. في نفس الوقت برضه ممكن الاهلي والزمالك ما يلعبش مباراته بعد مباراه العوده، بعد او بعد استئناف بطوله الدوري بعد 40 يوم من التوقف بسبب البطوله الافريقيه، فممكن يعدوا للاهلي دي. انت قلت مش هلعب امبي، ماشي عملنا لك اللي نفسك فيه والامور هديت بقى، لنا 40 يوم نستكمل الدوري والقصه خلصت والكلام ده، وناجل ماتش الزمالك او نسكنه في اي وقت تاني يعني. فمرتضى منصور عامل من وجهه نظري الهدنه دي علشان ما حدش يزنقه ويقول له تعالى لاعب الاهلي، عشان ما حدش يقول له تعالى احنا حددنا، ما لا انا معاك في كل حاجه وانا مساند، والامن يقول له روح هنا وتعالى هنا وانا ما عنديش مشكله. طبعا وهاجم هاني حتحوت وهاجم الجميع يعني، والمدرس اللي انا زعلان عنه بصراحه يعني، عشانه بصراحه المدرس اللي كان اتكلم عليه امبارح قال لك وزير التربيه والتعليم والاداره التعليم مش عارف ايه حولوا لي التحقيق ووقفوه والكلام ده كله، واي واحد يطلع يتكلم عن اي واحد موظف يتوقف كده بدون اي شيء، قال لك حولوا لي التحقيق. واتكلم قال لك انا عايز اكسب الاهلي في الملعب مش بالنقاط اللي مخصومه منه، وهاجم بقى واتكلم عن جمهور السنغال ومباراه السنغال، قال لك 5000 من اعضاء الجمعيه العموميه مش هيزيدوا، وهنشوف الدنيا فيها ايه. بس انا سعيد يعني، هدوء ولغه هاديه، بس انا مش مطمن للهدوء بتاع مرتضى منصور، في حاجه ورا الهدوء ده. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.